اسم النادي الاهلي كبير قوي 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 حقيقي، ومن يرتبط اسمه باسم هذا النادي الكبير بيروح في مكانه مختلفه وفي منطقه مختلفه. هتقولي ليه بتقول الكلام ده؟ هقولك لانه فعلا لما بيحصل حاجه مع حد تخص النادي الاهلي بيروح في حته تانية، وهي دي عظمه النادي الاهلي. انا ليه بقول الكلام ده تاني؟ لانه الاستاذ انس النجار الصحفي الفلسطيني المحترم اللي كلنا بنحبه وكلنا عرفناه من خلال ظهوره في فيديو الاعلان عن صفقه النادي الاهلي لضم المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي قادما من الدوري السويدي. يمكن الاستاذ انس كتب منشور عبر صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال ان ظهوره في فيديو تقديم او تقدم النادي الاهلي لتقديم النادي الاهلي لاسامه ابو علي كان بمثابه نقطه فارقه في حياته. وقال ايضا انه بعد ما كان صحفي يعني ما حدش لسه يعرف عنه حاجه قوي، ولكن دلوقتي حاله اتغير واتبدل واصبح يتهافت عليه العديد من العروض للعمل في القنوات الكبرى. فالحقيقه انس واحد من الناس اللي طلعوا في الفيديو على كلامه هو حياته اتغيرت تماما. ايه اللي حصل وايه الموضوع؟ نعرف حكايه هذه الامور من خلال مكالمه مهمه مع الصحفي الفلسطيني الاستاذ انس النجار. استاذ انس ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا فيك، الله يسعد مساك يا رب ويسعد مسا كل الناس اللي بتتابعنا وبتشاهدنا على قناه الاهلي. حبيبي سعداء جدا بوجودك معانا النهارده وسعداء بصوتك الجميل. انا الحقيقه يعني متابعك من يوم تقديمك لهذا الامر، وصوتك على الشاشه صوت جميل بجد والله، مش يعني مش بقول لك كلام، مش بجاملك، صوت يخلينا نبقى مبسوطين واحنا قاعدين بنسمعك. اولا طمنا على حالك وعلى حال اهلنا كلهم. الله يخليك يا رب حبيبي، والله خير احنا الحمد لله، او بنحاول نكون بخير يعني في ظل الاوضاع الصعبه هاي بنعيش في غزه. لكن اللي بنطلبه انه يعني نطلب من العالم انه لا تعتادوا المشهد. حقيقي. خلوا صوره غزه دائما موجود وخلوا صوت معالي. وهذا الشيء بصراحه انا شايفه عند اخوتنا المصريين خصوصا. مظبوط. انا حساب على الفيسبوك او على الواتساب او الانستغرام ما بيسكت من المسجات ومن رسائل الدعم خصوصا من اخوتنا المصريين، يعني انا كل المتابعين عندي حاليا اكثر من 95% منهم من المصريين. كلمات الدعم اللي بتوصلني صراحه بتاكد لي دائما انه لا ما حدش ناسي القضيه والكل بيدعم فينا الحمد لله. الحقيقه الدولة المصرية كاملة دائما ما تكون خلف القضية الفلسطينية مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور. وخليني اقول لك اخر حاجة في هذا الامر، ان احنا عمرنا ما هنعتاد هذا المشهد، لانه انتوا بالنسبة لنا ابطال وستظلوا ابطال، اي واحد من فلسطين هيظل دائما بالنسبة لنا بطل. احنا كفلسطينيين بنعتبر مصر السند الظهر اللي بنشد حالنا فيه، احنا لما بنقول بننادي مصر بالاسم، احنا لما بنقول وين العالم العربي؟ وين العالم؟ وين المجتمع الدولي؟ لكن لما بنقول يا مصر بنقول وين مصر؟ نحكي مصر بنخصصها بالاسم. ليش؟ لانه احنا بنعتبر مصر السند. طبعا. احنا لما ننادي بننادي على مصر بالاسم بنخصصها من غير اي دوله ثانيه. طبعا. يعني ان شاء الله كل الغمه دي تنزاح وتيجي بقى نعمل معاك مقابله صحفيه هنا بقى، بس خلي بالك هنا هتبقى مقابله يعني هنسألك عن الأهلي وعن الكورة وعن اللي بيحصل والدنيا ماشية إزاي. فإن شاء الله تنزاح الغمة ونضل نحكي عن الأهلي أيام وأسابيع إن شاء الله. إيه الموضوع؟ احكي لنا موضوع الأهلي وإيه اللي حصل وكيف جاءت هذه الفكرة ولماذا أنس النجار بالذات؟ لماذا أنس النجار بالذات؟ يمكن لأنه أول شيء مرضي والدين الحمد لله، ويمكن في المنشور اللي انا نزلته كتبت لربما هي دعوات ام دائما بتحكي لي الله يرضى عليك ويحبب فيك جميع خلقه ويعلي مراتبك. فالموضوع لحتى الان يعني انا تحت اطار الصدمه حتى اللحظه، انه انا حتى الان بحضر الفيديو كل يوم 10 15 20 و100 مره ومش مصدق، بقول هل الموضوع هذا حقيقي ولا لا؟ ليش؟ من مشجع يعني كان نفسه انه يقف جنب صور النادي الاهلي يتصور عنده لحدا بقدم صفقه للنادي الاهلي، فما كان شيء بسيط صراحه.
فانا زي ما حكيت لك انا تحت طار الصدمه حتى اللحظه من الموضوع. لما جاني لما تم التواصل معي على تقديم الصفقه ما كانش في تكنين يحدث وقفت فورا. ما كانش في تفكيرك ان الموضوع يبقى بهذا الشكل صح؟ انا حتى لما اجى كلمني الشخص اللي كلمني من مركز الاعلام النادي الاهلي. طب تقدر تقول لنا مين الشخص اللي كلمك ولا؟ اسمه اشرف ايمن، هو من مركز الاعلام النادي الاهلي. اشرف ايمن. لما بكلمني فانا صراحه بفكر حدا من اصدقائي بيهزر معي، يعني انه لما انتشر ان الفيديو واحنا بنشاهد مباراه السوبر بين الاهلي وفيوتشر. فانا هو طلع ترند الفيديو وجاب مشاهدات كثير، ففكرت انه احد الاصدقاء جاي بمزحني، يعني انه بيهزر معاك. ف لما حكى لي وكلمني وفي سيناريو انه بدنا نعمل هيك، صراحه ما ترددت، يعني وافقت بسرعه. تم وضع النص والسيناريو الخاص في تقديم الصفقه. وقدمنا الفيديو. كنت متوقع انه حيجي ردود فعل كبير وحيكون في انتشار كبير للفيديو، ولكن مش بالحجم اللي صار. يعني صراحه اللي صار معي يوم انتشر الفيديو من هنا، انتشرت الصفقه فجأة، اتصالات، رسائل، مسجات، لدرجة انه الجوال عندي بطل يتحمل كمية الضغط عليه وطفى الجوال. فبس اشوف ايش الدنيا، لقيت الفيديو منتشر، الكل بيبعث لي اياه في مخيم الصحفيين هنا، كل زملاء الصحفيين في الخيام المجاورة كلهم اجون على الخيمة، ايش هذا الفيديو؟ ايش اللي بيصير؟ كيف؟ وقتيش؟ ليش؟ فصراحة كان الأمر أشبه بالحلم. من لحظة ما نزل الفيديو لحتى اللحظة، الاتصالات ما بتتوقف علي بسبب هذا الفيديو. الإعلاميين بيتواصلوا معي لأخذ التصريحات وأعمل مقابلات بسبب هذا الفيديو. عروض العمل حتى قبل ساعة من الآن كان في قناة تتواصل معي بخصوص عرضها. طب العروض كويسة المهم ولا لا؟ أنا ما أعطيت رد لأي حدا بخصوص عروض العمل، لأنه أنا حاليا مرتبط بعقد. مرتبط بعقد. أوكي. اللي بشتغل معاه. وما رفضت برضه اي عرض، ولكن برضه هو احنا في وقت مش وقت انه انا اقبل عروض. لا لا بس خلي بالك، عايز اقول لك حاجه، انت برضه في اي مكان هتخدم القضيه الفلسطينيه وهتخدم بلدك في اي مكان انت فيه، سواء طبعا هنا طبعا. هنا 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 في اي مكان من المحطات، كل المحطات اللي بتكلمك اكيد عايزين يخدموا القضيه الفلسطينيه بوجودك طبعا معاهم. طبعا 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 هذا شيء صحيح. اتفضل. فكان بعد هيك من كثر اللي انا شفت، يعني صار عندي تغيير كل في حياتي، يعني زي ما انا كتبت فعليا في المنشور، من صحفي مغمور يعرفه القليل، المشهور يعرفه الملايين اسما وشكلا. سبحان الله. بركه دعاء الحاجه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا حتى يوم لما صار موضوع زيد، هو كان يعني يتوقف علي في موضوع السريه، انه بخلي الامر سري لعند ما ينتشر الفيديو، ما كنت حاكي لحد، حتى لا الحجه ولا والدي. وبعدين والدي انا اهلاوي متاخر جدا جدا. ما حدش كان يعرف يا انس. ما حدش كان يعرف الا المصور اللي طلع معي. ولا الوالد ولا الوالده. ولا حد كان يعرف. ولا كمان على الرغم من ان الوالد يعني زي ما انت بتقول اهلاوي جامد جدا. ما هو في سبب انه برضه ما كانش يعرف، انه كانت اتصالات مقطوعه، انا في مكالمه الصحفيين. هم اهلي الحين في اي مكان بعيد عني شويه، فما كنت قادر احكي له او اوكي او اوصل له الخبر، كانت اتصالات مقطوعه بيننا. فانتشر الفيديو، فبروح لما بقول للحج هيك هيك، قالت لي الكلمه اللي انت حكيتها، هذه بركه الدعاء يمه. بركه دعاء الحجه فعلا. طيب يعني تغير الحال الى امور ايجابيه كثيره جدا. ابرز ابرز الايجابيات اللي شفتها يا انس من جمهور بقى النادي الاهلي ووقفته معاك تحديدا، وحبه ليك وحبه لادائك في الفيديو. كثير ايجابيات كان، يعني خلينا نحكي على صعيد الواقع اللي احنا بنعيشه حاليا في غزه والحرب اللي احنا عايشينها. نعم. يعني كانت صفحتي، خليني اقول لك انه انا ما نشط على السوشيال ميديا، ما كنت انزل كثير اشياء، لكن حاليا صرت استخدم صفحتي اللي صار عليها تفاعل كثير لايصال صوت العالم والشعب اللي هنا موجود في غزه. ولدرجه انه اول ما انزل منشور على صفحتي عليه تفاعل كثير، خصوصا من المشجعين المصريين الاهلاويين خصوصا.
وليش اللي بنفتخر فيه وبنعتز فيه كمشجعين النادي الاهلي، واللي احنا كنا نخصص وقت من اوقاتنا يعني لو شاهد مباراه النادي الاهلي هو التعب اللي من اللاعبين ومن الجمهور. يعني تحتفل اللعيبه بعد كل هدف بتحتفل وتدعم القضيه الفلسطينيه. شفنا حسين الشحات حسين الشحات لما كان لابس صور فلسطين في ايده، ولما رقصت رقصه اصحاب الارض، الجمهور لما بيكون حامل اعلام فلسطين، فهي كلها هذه بتثبت لنا انه العالم مش نفس قضيتنا، مش نفس جنبنا. هو ليس تقديم للاعب كرة قدم، ولكن طبعا تقديم للاعب كرة قدم، وفي نفس الوقت مساندة كبيرة جدا جدا من النادي الاهلي. حكيتها بعدين كثير، النظام الفلسطيني ليس سياسيا ولا عسكريا فقط. تمثيل اسم فلسطين في جميع المحافل هو نضال حقيقي. الرياضي الفلسطيني مناضل، الفنان الفلسطيني مناضل، الرسام الفلسطيني مناضل. يكفي انه اللاعب الفلسطيني وسام ابو علي حيمثل النادي الاهلي، النادي العالم اللي بيلعب مع فرق اوروبيه واسيا ودوليه، فيكفي انه المؤلف لما بده يحكي عن وسام ابو علي انه يحكي اللاعب الفلسطيني وسام ابو علي. وهذا بمثابه تذكير لكل العالم انه فلسطين موجوده. فلسطين يمثلها فلسطين كثيرين. موجوده وستظل دائما موجوده يا انس ان شاء الله يعني. فبقول لك انه هذا بمثابة تذكير لكل العالم انه فلسطين يمثلها الكثير، ليس فقط سياسيا وعسكريا، فنيا ورياضيا وبجميع الاشكال. فاحنا هذا دعم للنضال الفلسطيني، النضال الفلسطيني متعدد الاشكال من ضمنها الرياضه كره القدم. حقيقي القوى الناعمه طبعا. طيب على الجانب الرياضي، انت شفت وجود وسام في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه واستفاده النادي الاهلي من بما انك اهلاوي كبير يعني؟ ممكن تجيب السؤال الثاني لانه قطع الصوت عندي. بس بقول لك يعني استفاده النادي الاهلي من وجود وسام ابو علي بما انك راجل اهلاوي كبير يعني، انت والحاجه تيالي الحاجه اهلاويه كمان ومتابعه وبشده للنادي الاهلي كمان والله مش بس الحاج. والله احنا عيله اهلاويه بس واحد منا مش اهلاوي. المهم اتفضل. خلينا على وسام كصفقه للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما بتعاقد مع اي لاعب، فاكيد وعنده وقت ضاع وسام ابو علي فهو لاعب كبير واكيد حيفرق مع النادي الاهلي طبعا. طيب كلمات أخيرة بقى تقولها لجمهور النادي الأهلي في ظل هذا الزخم الكبير على هذا الفيديو، والحقيقة إذا كان هناك أيضا من يستحق أو من يجب أن نذكر اسمه ونشكره على هذا الفيديو هو الأستاذ جمال جبر مدير المركز الإعلامي لنادي الأهلي، الحقيقة اللي له دور كبير أيضا في طبعا هو الأستاذ جمال جبر كان من أول الشاكرين إلى بعد الفيديو حقيقي حلو. فبص انا يعني ممكن الفرع هذا هو من اجمل الصفات الصراحه. نعم. انه في ناس انا كنت اشوفها على الشاشه احلم اتمنى يعني اتمنى بس انه اقف معها واتصور معها واشوفها. كلموني وشكروني فبحكي لك انا حتى الان تحت وقع الصدمه ولحتى الان حاسس انه انا في حلم صراحه. طب عايز تقول رساله لجمهور الاهلي تقول لهم ايه؟ جمهور الاهلي وبدنا نقول لحالنا يعني لانه بعتبر حالي احد جماهير النادي الاهلي. بدي احكي انه يا جمهور الاهلي خلوا الصوت عالي، خلوا علم فلسطين حاضر دائما. اهل غزه هنا بحبوكم كثير. واحنا بنحبهم جدا. والله اهل غزه هنا من العاشقين للنادي الاهلي وللفرق المصريه بشكل عام. وبحكي لهم ضلوا ورا النادي. ان شاء الله نكسب بطولات كتيره ونهديها ليكم خلال الفتره اللي جايه. برضو يعني اخر حاجه برضو لو عايز تقول كلمه للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب. نعم. شوف يعني شوف انا بدي احكي لك شغله انه انا من مشجع صغير لمشجع قاعد او لصخص لرئيس النادي الاهلي، فهذا شيء كبير صراحه وشيء يدعو للفخر. النجاحات اللي بيعملها الكابتن محمود الخطيب مع النادي الاهلي مش محتاج حدا يوجه له رسائل يعني صراحه. ف كل الشكر للكابتن محمود الخطيب صراحه وكل الدعم له، ومن نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم ان شاء الله.
والاهلي في ايدي امينه في اداره الكابتن محمود الخطيب صراحه. يظل دائما النادي الاهلي في ايدي امينه طول ما في جمهور زيك يا انس وزي بقيه جمهور النادي الاهلي. حبيبي يا كابتن. وانا الحقيقه بشكرك جدا جدا جدا، ومن اجمل المكالمات اللي انا يعني حصلت معايا خلال هذه الفتره وجودك معانا. مش عايزينك تقلق من حاجه، احنا انا شخصيا وكل جمهور النادي الاهلي اعتقد ان مفيش استثناء في هذا الامر، كلنا في ظهرك وكلنا في ظهر فلسطين الحبيبه، وان شاء الله ان شاء الله تزول هذه الغمه قريبا وتكون معانا على الهواء مباشره من خلال قناه النادي الاهلي. يا رب كابتن، شكرا لك وسعيد جدا والله بهذه المداخله. أنا اللي بشكرك جدا يا أنس على وجودك معانا، شكرا شكرا جزيلا لأنس النجار. زي ما حضراتكم شايفين أنا كان كل غرضي بس إن حضراتكم تشوفوا قد إيه الناس بتحب النادي الأهلي، مش مجرد كلام وخلاص.